اقترب يا نار، اقترب. نار أيها الثعلب الهرم، ضع رأسك بين الثعالب. أرجو أن تستعد يا سيدي لفرحك الأبدي، لعودة شبابك. الرجال بانتظارك للاستحمام يا سيد قبيلتي، يا سيدي. والآن اذهبوا إلى بيوتكم، غدا صباحا سيطل سيدي نار عليكم. وهل سيعود سيدي نار شابا أيتها الأم؟ غدا ستعرفون ذلك، والآن إلى بيوتكم، هيا.
كوني فرحة طبيعية. هذه ليلتك، ليتني كنت مكانك أيتها الجميلة. وإن لم أعيد له شبابه أيتها العرافة الأم. لا تفكري بذلك، هذا التفكير يجعلك عاجزة عن إعادة شبابه. اسمعي، إن أعدت شبابه ستكونين سيدتنا. أفهمتي؟ اذهبي. يجب أن تذهب. إلى بيتي؟ إلى بيتك. أنا في غاية الشوق. الشوق في انتظارك أيها اللعين.
هل تمكن النار من جعلك امرأة؟ متوهمة يا صغيرتي، متوهمة. كما ترين أيتها العرافة، ها قد عدت شابا، شابا قويا. ذري إلى وجهي أيتها الأم، ذري. كم أصبح عمري الآن؟ لا عليك، ستعود شابا قويا يا سيدي. سأعود شابا؟ قولي ولو مرة واحدة عدت. أين الفتاة؟ من أخذها؟ الفتاة لم تعد لك شبابك يا سيدي نار، عليك أن تهدأ. لم تعد لي شبابي وفورا أطعمت هذه رماد؟ على رماد أن يبقى دائما نهايتك يا سيدي. حتى لو لم تعد لي شبابي، أنت لم تنظرين بوجه نار، نار الذي لا يبخر. أين سراب؟ أريد سراب. أين سراب؟ لقد خرج في ليلة عرسك ولا أحد يعرف إلى أين ذهب. اللعنة عليك يا سراب، اللعنة عليك جميعا، اللعنة عليك جميعا.
لا تنظر إلي كثيرا، لحظات الموت لا ينظر إليها. طالت غيبتك. جئتك طالبا تنفيذ الوعد. الوعد حق يا سراب، اجلس ولا تلهث. لقد تزوج سيدي نار أخر فتاة في القبيلة. هذا يعني أن القمر ينتصف السماء. نعم أيها الكهل، ما هو السر الذي وعدتني به؟ حلت اللعنة عليك يا مدينة النوار. ماذا قلت أيها الشيخ؟ العرافة، هل ما زالت تجهز له العرائس والموت؟ العرافة رحمتنا، لولاها لقضى نار على القبيلة بأسرها. ألم تقل لي إن لديك سر ستبوح به لي عندما يتزوج نار آخر فتاة في القبيلة؟ نعم، لقد فعلها نار وتزوج آخر فتاة في القبيلة. فقل لي السر الذي وعدتني به قبل ماذا؟ لدي أسرار يا ولدي. أتعرف من أنت؟ أنت قطرة ماء أمطرتها السماء في لحظة اشتعال نار. إما أن تتلاشى وتعود إلى غيمتك، وإما أن تطفئ هذا الاشتعال الجهنمي. أنا واحد من القبيلة، كانت لي ابنة اكتمل عمرها مع اكتمال القمر. كنت الفارس القوي الذي يحمي نار. إذا اقتربت منه ذبابة أقطع رأسها قبل أن تراه. كنت الدرع الواقي الذي يتلقى الضربات عنه. ذات يوم خرجنا معا للصيد، وذهبت لإحضاء الماء. كان نار مستلقيا تحت شجرة لا تحمي إلا رأسه. كان نائما نوما عميقا، وحين عدت بالماء رأيت مشردين يقفان فوق رأسه فقتلتهما في اللحظة الحاسمة. لولا قدومي لمات نار موته الأبدي. بعد ذلك نهض نار وإذا بالرجلين المقتولين بجانبه. لأول مرة أراه خائفا مرتجفا، ثم تقدم مني وضمني إلى صدره وقال لي يومها: لقد دفعت عني الموت يا شمس. وقطع وعدا بأن يعتقني من الموت كما فعلت له، وطلبت منه شيئا آخر. صرخ بي لا يطلب من نار، لكنه عاد وتبسم ثم قال لي: سوف أسمعك. ترددت ثم تجرأت وقلت له: أريدك يا سيدي أن تعتق ابنتي. بعد دورة للقمر ستكمل 17. نظر إلي نظرة جارحة وقال: ماذا تعني بأن أعتقها يا شمس؟ أريدها ألا تموت يا سيدي. لم يقطع وعدا، ولكنه كان يومها فرحا بنجاته. ماذا لم تحضر معك السراب؟ لقد طلبت سراب. سراب يا سيدي خرج من القبيلة بعد زفافك مباشرة وكان غاضبا وشرسا. سراب يغضب ولا يستشرس.
اذهب يا رماد، اذهب وابحث عنه فورا. في كل زواج لك يا سيدي سراب يخرج من القبيلة. سراب لا يريد أن يرى خيبات النساء معي، ولا يريد أن يرى إخفاقهن بعدم إعادة شبابي، ولا يريد أن يرى جشعك وأنت تنهش بقاياي من الفتيات. اخرج يا رماد، اخرج من القبيلة وخذ معك من الرجال من تشاء، ولا ترجع إلا ومعك سراب. هيا. وبعد أيها الكهل، تزوجها كان احتفالا مجنونا، وربطنا أنا وأمها إلى شجرة خلفا لخلف. وعند الفجر جاء طفل إلينا وفك قيدنا. إنه أنا ذاك الطفل أيها الشيخ. أنت الذي أنقذتنا؟ نعم. لماذا كنت أشعر بذلك؟ إحساسي بك لا يخيب. لم يكن اسمك سراب في تلك الأيام، كان اسمك لهيب. منذ تلك الحادثة نار غير اسمي من لهيب إلى سراب. اللهيب شبه النار، ونار لا يريد أحدا أن يشبه. ماتت ابنتي بالسم، وماتت زوجتي قهرا. ما الذي أرسلك لإنقاذنا وقتها يا لهيب؟ أبقي لي اسم سراب، أبقي لي الاسم. لك ذلك، لك ذلك. من أرسلك يا سراب؟ سيدي نار هو من أرسلني. فعلها. كنت أحس بذلك، أراد أن يرد إنقاذي له. هذا هو نار يا سراب، يقتل بيد وبيد أخرى يعفو، يقتل بيد وبيد أخرى يعفو. عندما يخرج سراب إلى البراري تحلق روحي، تسافر معه. لماذا لا أعترض على رماد عندما ينهش بقايا كل عروس يزفونها إلي؟ لماذا أيتها الأم؟ اهدأ يا سيدي، لا أحد يعترض على ما تريد، السماء ترغب بذلك. سراب روحك المحلقة، ورماد نهايتك. وكما ترى لم يبق في القبيلة بنات يافعات. وكأن القبيلة لا تلد إلا الذكور. لم أره جيدا. عندما يسافر سراب لا ملاذ لهجينة إلا الجبال يا سيدي. وهل سراب ما زال ينفر منها؟ إنه لا يعلم بأنها تحبه. ولماذا يعلم؟ عليه أن يحس، يشعر به.
أرجوك إني أنتظر السر الذي وعدتني به. لا تخف يا ولدي، سأدلك على مدينة النوار، تلك المدينة التي لا تعرف الموت والقتل. اذهب إليها، ليست بعيدة من هنا، مسافة نهار وليلة. كن حذرا يا سراب، كن حذرا، مدينة الأرواح الطيبة، مدينة لا تعرف الشر. هذه المدينة لا يعرفها إلا العرافة. وددت أن أخبرك عنها لأنها مدينة الأميرات الجميلات. هذه المدينة سوف تكون مبعثا لخلود نار. اذهب إليها وتقرب إلى حكمائها، كن قريبا منهم. من دلك عليها؟ وما هي علائمها؟ عندما تنحدر من هنا اجعل الشمس قبالتك وسر، وإذا جاءك الليل فاجعل النجمة الكبيرة على يسارك. على
هل طلبت لي أيتها الأم؟ أجل أدخل. إلى أين ذهبت هجين؟ خرجت تبحث عن سراب. وسراب إلى أي منطقة توجه؟ نحو منطقة الصخور الوعرة. ومن أخبرها أنه ذهب إلى هناك؟ هجين ذهبت باتجاه آخر، هي لا تعلم أين ذهب، لكنها دائما تفتقده يدعو. وهل أنت الذي أخبرها أنه توجه لتلك المنطقة؟ لماذا تصمت يا شرار؟ إنه دائما يذهب إلى هناك، وكأنه مكان يحج إليه. ولماذا تركت هجينة تذهب لاتجاه آخر؟ هي لم تسألني. شرار، إذا كنت تعرف ماذا يقبع في تلك المنطقة الوعرة التي يذهب إليها سراب، فلا تخفيه عني، ولا تدع لعنتي وغضب نار يلحقان بك. Thank you.
لا تخافي أيتها الفتاة، لا تخافي. هجينا أيتها المجنونة، توقفي، هذا أنا رماد. اللعنة عليك أيتها المجنونة، كنت أمازحك فقط. لو كنت سرابا لأحسست بك وهي نائمة. أغلق فمك يا رب. أمرك؟ لست أقوى من رماد. لو لم تكوني متمردة لقتلتك. أيتها المجنونة، كيف تنامين وحدك في العراء؟ ألا تخافين رجال القبائل المشردة؟ ولماذا تخاف؟ قد تكون واحدة منهم. وجينا، سيدي نار يريدك، فهو لا يرغب أن تهيني في البراري وحيدة. ماذا يريد مني؟ أنت تكذب يا رماد. سيدي الآن لا يرى إلا الرجال، ولذلك يبحث عنك، ولذلك لا يسأل عنك. أصابتك في الصميم يا رعد. على أي حال، سيدي نار أرسلنا للبحث عن سراب، هل رأيته يا هجينة؟ في الأحلام فقط يا رماد، في الأحلام. لا عليك يا هجينة، سنجده. على أي حال، سيدي نار يريده وقد سأل عنك أيضا، هل تريدين أن نوصلك إلى القبيلة؟ هجينة تعرف الطريق وحدها. كيف أسلمت نفسك لهؤلاء المشردين؟ جئت لأحضر صديقتي، وكانوا لي بالمرصاد. هل تعرفهم؟ لا لا أعرفهم، لكنهم من القبائل المشردة. أنا من قبيلة أخرى، أنا من قبيلة نار. قال لي يا أبي أن القبائل خارج مدينتنا يقتلون الفتيات وينهبون الناس، ألا تكون واحدا منهم؟ أبوك على حق، ولكني لست واحدا منهم. أنا كما قلت لك من قبيلة نار، ألم تسمعي عنها؟ لا. لقد وصلنا. إذن عليك أن تعودي، سنتظر هنا حتى تقتربي من ناسك. ألا تريد أن تدخل مدينة؟ أريد، ولكن لوحدي. يجب أن تأتي معي وتتعرف على والدي، إنه حكيم من حكماء المدينة، سأخبره أنك أنقذتني من المشردين. أخبريه بما تشائي. وجرحك؟ والدي سيحضر لك طبيبا، الجرح لا يترك هكذا. هيا. وماذا سيقول الناس لو رأوك مع رجل غريب؟ الناس لا يقولون شيئا بهذا الشأن، سوف تتعرف على شباب المدينة وأهلها. حكيم الحكماء يقول من أنقذ واحدا من أهل مدينة النوار فهو من أهلها. لا أفهم. لقد أنقذتني وجرحت من أجلي، هذا يعني أنك أصبحت من مدينتي. ومن يقرر ذلك؟ حكيم الحكماء.
ومن هو حكيم الحكماء؟ ألا يوجد في قبيلتكم حكماء؟ لا، في قبيلتنا يوجد سيد. في مدينة النوار لا يوجد أسياد، ما هو السيد؟ اسألي أبيك، ألم تقولي إنه حكيم؟ حسن، هيا بنا. جينا. سيدي يسأل عنك. أعرف. ومن أخبرك؟ رماد. إلى أين تذهبين؟ لا أذهب لسيدي دون مباركة أمنا العرافة. قلت لك سيدي يسأل عنك، يريدك في الحال. قلت لك لا أذهب إليه دون مباركتها أولا. إذا أردت مساعدتي أخبرها أني في بيتها. Thank you.